اللقاءات ومثل أي يعني خسارة في اللقاءات القادمة سوف تبعد النادي الكويت يعني كثيرا عن الصدارة. هذا صاحب المستوى المميز حقيقة، نتمنى أن يستمر فهد الهاجري لأن يكون واحدة من أقوى يعني ظهير أيمن في الكويت وفي القارة الماضي وفي مطلع القسم الأول. ولكن نادي كاظمة يعود، كرة اللعب إلى جراح العتيجي، العتيجي محاولة عرضية للأمام، رأسية محاولة، ولكن المدرب الذي أضاف كثيرا حقق الإنجازات، حقق الألقاب هنا لإعادة وبالعرض البطيء لفهد حمود الذي يعني تقل لقاءات وأول المباريات، لقاء نادي الفحيل أمام نادي الشباب في تلك المباراة. عصام جمعة محاولة إلى الأمام، الترقب الآن روجيريو، ولا في يوم الأربعاء القادم عندما فاز على المنتخب السوري في ختام المجموعة والتأهل إلى كأس آسيا في أستراليا عدة مراكز خالد الشريدة. ولكن شريدة واحد من الأسماء المميزة في تشكيلة المنتخب الأولمبي منتخبنا الوطني. روجيريو انطلق معه مرتضى فال إلى روجيريو، يتقدم روجيريو، التقدم الآن، ولكن مطالبة بخطأ، ولكن الحكم القريب عباس الشمري إلى الآن وبطاقة صفراء على روجيريو. وكما نتابع الأحداث بدأت تتوالى، لاحظ الإعادة، تابعوا بالعرض البطيء، انطلاقات روجيريو، لاعب سريع ومعه مرتضى فال، روجيريو والله كما نتابع عملية يعني ضرب غير متعمد من مرتضى فال لروجيريو البرازيلي، وكما هنا البطاقة الحمراء وعملية الطرد الواضحة نظر المتواضعة. ولكن عباس الشمري إلى الآن يشهر البطاقة الحمراء، ولكن شنهي الأمور، كيف الأمور تدار، ماذا تكلم، ماذا قال روجيريو، لا أعلم. ولكن إذا لم يكن هناك حديث من روجيريو، وكما يعني نتابع الحوار روجيريو وعادل عقلة، لاحظ اللي عاده بالعرض البطيء، هنا عملية الضرب لمرتضى فال، كما هنا يبدو في يعني شيء، والبطاقة الحمراء الله بوجهة نظري بطاقة قاسية يعني. وسط الملعب شادي الهمامي حول إلى الأمام، أوه يعني خطورة روجيريو، لا أحد الإعادة، ولكن هنا يبدو في لمسة يد على عصام جمعة. جراح العتيجي محاولة إلى الأمام إلى عصام، ولكن مبعدة، تتخلص إلى عدي الصيفي في وسط الملعب، وخطأ واضح على وليد، الدخول القوي من وليد علي على عدي الصيفي، نادي الكويت الذي أحرز بطولة الدوري الكويتي دوري فيفا. العتيبي الاستالي، فهد العتيبي الى حمد العنزي، انطلاقه من حمد، اربعه مقابل ثلاثه، محاوله الى عدي الصيفي، الان اوه فهد العتيبي الى عدي، كيف مر عدي الصيفي والتسديده، يعني التردد ياهي تسديده، وايضا بجانب عبد الله البريتشي في الى سامي الصانع الآن، والدخول القوي من حمد العنزي، دخول قوي وقوي جدا من حمد العنزي على سامي الصانع. كرة اللعب شادي في الدوري الفرنسي للترجي التونسي، أيضا لاعب كرة اللعب، هنا محاولة ولكن في خطأ على حمد لصالح حمد العنزي على سامي الصانع. حمد العنزي، لاحظ الانطلاقة من حمد العنزي والخطأ الواضح من سامي الصانع، دخول على حمد العنزي من سامي الصانع،
الى عبد الله البريتشي، البريتشي ينتظر محاوله الى الامام والراسيه الى الشوط الثاني. لاحظ العرضيه عبد الله البريتشي الى راسيه جواد نوكنام، ولكن ايضا الى خارج ارضيه الملعب. اللاعب الايراني لاعب المنتخب الايراني جواد نوكنام، جواد نوكنام لاعب اسيسونا، عصام يا الله ياه يا عصام يا الله على عصام. هنا المتابعة، ولكن أيضا الأيمن، لاحظ عصام، لاحظوا بالعرض البطيء لعصام والتسديدة من عصام جمعة المبعدة من خالد الرشيدي. عصام جمعة صاحب التسديدات القوية، لاعب المنتخب التونسي، يتقدم ويسد تسديدة تصطدم بالقائم الأيمن عودي في الطرف الأيمن إلى ستانلي، ستانلي أبوكو، محاولة إلى الأمام ولكن تعود إلى عودي، عودي الصيفي في الطرف الأيمن، محاولة من عودي، يتقدم عودي مع جراح العتيجي، عودي في الطرف الأيمن، محاولة من عودي، سلام، تقدم من عودي إلى ستانلي ولكن إلى خارج أرضية الملعب. الطرف الأيمن عودي يتقدم، محاولة من عودي، التقدم الآن فهد الهاجري ولكن أيضا إلى خارج. كما نلاحظ الدخول من فهد الهاجري، محاولة إلى الأمام إلى عصام والمتابعة، ولكن مرتضى فال يلعب كظلة في هذا اللقاء، يراقب رقابة لصيقة وليد علي، محاولة إلى الأمام إلى جواد، 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 ولكن عصام أوه على هذه الفرصة كاد أن يكون لديك الإنقاذ من الحارس المتميز خالد الرشيدي. لاحظ عصام، لاحظ تسديد عصام، ولكن عصام تجد اليقظة إلى ستالي أبوكو، إلى غازي القهيدي القادم من نادي النصر، غازي، غازي يتقدم الآن والمتابعة يا الله يا الله يا سلام على عود الأول. لاحظ التمريرات، لاحظ العرضيات من غازي القهيدي والمتابعة من اللاعب الأردني عودي الصيفي، يسجل واحدة من الأهداف الجميلة. لاحظ أيضا الانطلاقات والسرعة الواضحة من غازي القهيدي، يسجل الهدف الأول لعودي الصيفي في يشعل المباراة، يضع المباراة الآن في يعني وضعية لي عبد الهادي خميس. الآن عبد الهادي خميس يأتي في البديل، التبديل الثالث، التبديل الثالث والبديل لوليد علي، وليد علي يغادر ريت الميدان، يأتي عبد الهادي خميس وعدي الصيفي. الفرحة الواضحة أمام نادي الكويت وإلى الآن متقدم بهدف مقابل لا شيء. كرة اللعب، محاولة ولكن في خطأ على مرتضى فال، عباس الشمري حكم اللقاء. مرتضى فال مدافع نادي السالمية، لاحظ الاشتراك، تابعوا بالعرض البطيء للدخول القوي، اصطدام ما بين مرتضى فال وعبد الهادي خميس. عبد الهادي خميس اللاعب المميز، اللاعب السريع، يجيد تسجيل الاهداف، هذا اللاعب اللي على التنفيذ الخطا. الان نادي الكويت محاوله الى الامام، مبعد مرتضى فال على من حسين حاكم، من حاكم، ونحن نسير مشاهدينا متابعينا الكرام على مشارف الدقيقه 35 العاشر الى عادل مطر، مقطوعه لصالح نادي الكويت. إذا ما انتهت المباراة على ما هي عليه، نادي السالمية يرفع رصيده ل 28 نقطة، يأتي في المركز الخامس، يرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الخامس، المركز السادس خلف إلى عبد الهادي. لاحظ فهد العنزي، فهد الى عبد الهادي، عبد الهادي خميس انطلاقه في الطرف الايمن، عبد الهادي خميس محاوله الى الامام، تعود الى عبد الهادي، عبد الهادي يتقدم، اوه
ضربة جزاء من عبد الهادي خميس. لاحظ بالفعل ضربة جزاء، بالفعل ضربة جزاء، ضربة جزاء لعبد الهادي خميس، قرار صحيح 100% الذي لاحظه بالعرض البطيء لعبد الهادي. بالفعل ضربة جزاء، بالفعل ضربة جزاء لعبد الهادي خميس، والحلول تأتي من عبد الهادي على المدرب ايوان مارين والمدرب البرازيلي غورفاني فييرا، مدرب في الدقائق الثلاث المتبقية الأخيرة من عمر اللقاء. شادي يا الله يا الله، عاد العميد، عاد العميد بأقدام شادي الهمامي وبحلول عبد الهادي خميس، يعود كاد السالمية متقدم بهدف ثم عادل النتيجة. شادي الهمامي بضربة جزاء صحيحة لعبد الهادي خميس، ولكن التعادل بأقدام شادي الهمامي اللاعب التونسي، هدف لكل من الفريقين. هنا هدف شادي الهمامي بضربة جزاء، هدف التعادل. الآن عدي الصيفي يغادر أرضية الميدان ويأتي نايف زويد اللاعب الشاب. عبد الهادي خميس الى فهد العنزي، فهد العنزي، فهد العنزي الى الامام، ولكن تمريره بلا عنوان. وهنا يعلن الحكم السيد عباس الشمري عن نهايه الشوط الثاني والمباراه بالتعادل الايجابي بهدف لكل من الفريقين، ما بين السالميه الذي تقدم بهدف عدي الصيفي ثم عادل النتيجه شادي الهمامي بضربه جزاء في اخر ثلاث دقائق من الوقت الاصلي من هذا اللقاء. سعدت كثيرا مشاهدينا الكرام بلقائكم، الى الملتقى في لقاءات قادمه. اترك الان الكلمه لزميلي محمد بقريص وللزملاء هناك في الاستديو بيوسف محمد بقريص، تفضل الكلمة إليك.